انت مين؟ ربنا يخليك تفتح بقى. بقول لك انت مين؟ انا تلميذة. افتح بقى والنبي. شكرا اخي. انت اسفة قوي اذا كنت ازعجتك في وقت زي ده، لكن الله، هو حضرتك احمد الاستاذ احمد خالد؟ ايوه مظبوط، تمام زي ما بشوف صورك في المجلات والتلفزيون. والنبي انا بشكر ربنا اني دخلت بيت الفنان المشهور الاستاذ احمد خالد، اصل كل فنان مشهور الناس بتحس له بالعشره حتى ولو. اسمك ايه؟ اسمي سلوى. جاي منين وايه اللي جابك هنا؟ انا كنت في رحله مع المدرسه لسيدي عبد الرحمن، وبعدين تهت منهم في السكه وفضلت ماشيه لغايه ما دخل عليا الليل ولقيت نور البيت ده من بعيد، قمت جيت على هنا. بنت مين؟ بابا مات. مدرستي ايه؟ محرم بالثانويه. رحتوا امتى لسيدي عبد الرحمن؟ النهارده. كنت متاكد من ايه؟ انك كدابه. كدابه ليه؟ لو ده حقيقي وتهت منهم مستحيل توصلي في نفس اليوم. عايز اقول لحضرتك. انا اللي عايز اقول لك. اتفضلي. مش معقول يا استاذ. يلا بلاش تضيع وقت. ارجوك. رغم مظهرك البريء كنت حاسس انك انسانه مش صح. مين معاكي بره؟ مفيش حد. يلا 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 بلاش تضيع وقت. يرضيك اخرج في الجو ده وامشي بالليل لوحدي؟ اعمل معروف. انا مش عايز متاعب. والله ما هسبب لك اي متاعب، ابدي ولادي بس ومن بدري امشي. والله انا بنت كويسه. طيب احبسني في اي اوضه واقفل عليها بالمفتاح، او حتى كتفني بحبل، بس ابات لنادي. لنادي بس. تباتي فين بس؟ في اي حته، هنا او ان شاء الله حتى على الارض. انا متاكده ان قلبك طيب. اعمل معروف برضه. حضرتك هتضربني؟ ربنا يخليك. شكرا قوي.
خير يا بسكو. نفسي ابقى زيك سعيد كده من غير مناسبه. تكونش بتحب يا واد؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انت مين؟ وازاي فتحت الباب ودخلت؟ بيسكو تعال هنا. اصل الاستاذ مديني المفتاح عشان اما اجي ما ازعجهوش. لكن حضرتك تبقي مين؟ دي اول مره بشوفك هنا. فهمني بس، انت بتيجي هنا من زمان؟ انت تبقي مين؟ ايه اكمني يعني لابسه بجامه خالي؟ خالك هو الأستاذ، يبقى خال المدموزيل؟ أي وحضرتك بقى بنت سميرة هانم ولا نوال هانم؟ ياه ده انت عارف العيلة كويس اهو. طبعا يا فندم. بس الظاهر انك ما تعرفش أمينة هانم ماما، يمكن عشان احنا قاعدين في الخرطوم. ياه لكن ما قلتليش حضرتك تبقى مين؟ انا شريف، شريف يوسف تلميذ الأستاذ وباجي هنا أساعده. احب اقول لحضرتك انا ما كنتش بضحك على لا سيبك انت، هي منظرها مضحك فعلا. قول لي يا استاذ شريف انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هشتغل. ممكن تاجل الشغل ده شويه احسن، في حاجه اهم من كده. ايه يا فندم؟ بالذمه يرضيك ان خالي يشقى الشقه ده كله وبعدين يعيش على العيله بالمحفوظه؟ لا طبعا. وانت عارف الاكل اللي بيحب، عارفه ولا لا؟ طبعا، الفراخ المسلوقه والخضار السوتيه. انا بقى عايزاك تشتري لي الحاجات دي. نعم. ايوه نسيت اسال، خالي عايز يفطر ايه النهارده؟ دايما الاستاذ يفطر جبنه بيضه وعسل نحل وفنجان شاي. ايوه ايوه ما انا عارفه. المهم انت معاك فلوس؟ تحت امرك يا فندم. طب تعالى بقى لما اكتب لك الطلبات في ورقه عشان تشتريها لي. بيسكو بيسكو صباح الخير. انتي بيسكو؟ بيسكو في المطبخ بياكل، الظاهر ان بيسكو ده بيعز بطنه قوي. خرجت من الاوضه ازاي؟ باب الاوضه كان مفتوح. انا اقفله بايدي. لازم بقى المفتاح بيفوت. الباب ما كانش مقفول؟ اذا كان مقفول ازاي ممكن افتحه وانا جوه؟ هو انا جمسايه؟ جمسايه؟ اه جمسايه بند. غريبه. ثم ايه ده؟ وفيها ايه لما احضر لك الفطار؟ تسمح تفطر بقى وانت مش زعلان؟ ده انا عامله لك طبق فول بالبيض هتاكل صوابعك وراه. انا ما باكلش من الحاجات دي. عارفه انك متعود تاكل جبنه بيضه وعسل نحل، لكن طبق الفول ده هيعجبك قوي. عرفت منين ان انا بفطر جبنه وعسل؟ قريت مره في مجله. لكن عمري ما قريت الكلام ده عني. وانت تقرا لي ما دام انت عارفه. باين عليك يا عفريته. عفريته هيورس؟ صحيح نكتة باينة، لكن أعمل إيه بقى؟ عايزاك تفطر وأنت مبسوط.
طب دوق بقى طبق الفول ده، هتلاقيه نكته ما حصلتش. افرض انك قريتي في مجله ان ده فطاري، ايه اللي خلاكي فاكره حاجه صغيره زي دي؟ الله، انت ما تعرفش ان انا غاويه رسم وبهتم بالفنانين الكبار؟ ما بالك بقى وانت الاستاذ الكبير بتاعهم. ده انا بنت فنانه وعجبك قوي. طب كلي لك لقمه قبل ما تمشي. بس انا مش هقدر امشي دلوقتي. ليه؟ اصل الشيك بتاعتي اتحرقت وانا بكويها. وريها لي. حضرتك مش مصدقني؟ قلت لك وريها لي. على العموم جاي لي واحد دلوقتي، هخليه يشتري لك فستان تروحي بيه. مين؟ شريف؟ مش عرفك بشريف. اصله جه من شويه وحضرتك نايم. راح فين؟ بعت سوق الاباري. الشنطة قدامي. محمود، محمود. أهلا شريف. كلمت الأستاذ أحمد خالد. فهمني الأول، إيه الهيصة دي؟ دي بنت ضربت واحد بعمود شمسية وهربت. وجراله إيه؟ خدوه المستشفى. شريف، أنا عايزك تخلي الأستاذ يشوف رسوماتي. انت بتسمي اللي بتعمله ده رسم؟ ده نكش فراخ يا اخي. انا راجل غاوي وهو ممكن يوجهني. طب بس فهمني، البنت اللي ضربت الراجل بعمود الشمسيه دي؟ مش وقته يا شريف، مفتش المباحث وصل. اطلع قدام. فهمناش حاجه؟ من حسن الحظ يا فندم عندنا صوره ليها، صوره حديثه من كارنيه المدرسه، ممكن نكبرها. قدمها واعمل بيها نشر، وخد قوه وفتش البيوت والشاليهات والخيام بتاعت البدو اللي في المنطقه كلها. أنا أبقى خالك، وكمان بتقوليها بكل بساطة. شيء غريب والله. ثم شريف يوسف من ألمع فنانين اسكندرية، تشغليه طباخ ويجيب لك خضار وفراخ. أرجوك تفضلي وكفاية متاعب. ممكن أقول حاجة؟ لا تقولي ولا تعيدي، كفاية. من فضلك تسمعني. أنا قلت لشريف إن حضرتك خالي عشان أحافظ على سمعتك. إيه؟ سمعتي؟ أيوة، كان هيتهيأ له إيه لما يلاقي بنت عمرها 17 سنة ونص لابسة بجامة أستاذه وقاعدة معاه في الشاليه طول الليل لوحده. مش كلامي برضو معقول؟ على العموم أول ما يجي شريف هخليه يوصلك. يوصلني ازاي وانا جايه لك من الخرطوم؟ منين؟ ما انا قلت له ان احنا قاعدين في الخرطوم. معلش بقى، كل ده عشان احافظ على سمعة حضرتك. متشكرة قوي يا أستاذ شريف. العفو يا فندم، دي حاجات بسيطة. إنما قول لي، أنت اتأخرت كده ليه؟ أصل الدنيا مقلوبة، بيوقفوا كل العربيات اللي نازلة اسكندرية وبيفتشوها. ليه؟
لقوا واحد مضروب في شاليه وبيدوروا على اللي ضربه. أرجوك ما تجيبش سيرة قدام خالي، أحسن هو بينزعج قوي الأخبار دي، وكمان هو صحي متنرفز. هو صحي؟ أيوه، خرج يتمشى. قال إيه يا سيدي، مش عايزني أقعد معاه عشان أخدمه. ليه؟ مش فاهم. أديت بنا المشوار من الخرطوم لغاية هنا، وشنطة هدومي تضيع مني في السكة؟ هي شنطتك. وبعد ده كله يقول لي إيه؟ لازم تسافري. أنا هراعيكي ولا هراعي شغلي؟ بالعكس، ده أنت هتريحيه جدا. أرجوك يا أستاذ شريف، لو طلب منك تشتري لي هدوم عشان أسافر تبقى تتحجج له بأي حجة. ها؟ ده بيموت ويشقى في الشغل، ومفيش لقمة عيد لا ياكلها. أنا لازم أفضل معاه. شريف! شريف! صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أنا متأسف على اللي عملته البنت دي. العفو يا فندم. لا لا لا، ما جراش حاجة، بنت أخت حضرتك وبتدور على راحتك. خالي، قول لي يا خالي، أعمل لك شوربة طماطم ولا شوربة عدس؟ ريحي نفسك، مش هدوق حاجة من اللي بتعمليه. يا سلام عليك يا خالي، ما تروق بقى أمار. خالي خالي خالي، اتجننتي ولا إيه؟ بنت مزعجة. بالعكس يا فندم، مدموزيل سلوى قصدها يعني. اسمع يا شريف، عايز منك خدمة. تحت أمرك. توصل تشتري لها فستان على مقاسها. بس النهارده السبت، المحلات قافله بعد الظهر، وبكره الحد. حاول تشوف اي محل فاتح علشان خاطري. حاضر، وان ما كانش يبقى يوم الاثنين. ادخل. عمرك ما شفت بنت شيك؟ مرة واحد اتجوز واحدة شيك صبح لقاها كمبيالة. ايه؟ مش حلوة النكتة دي؟ لكن أنا حلوة. فعلاً. أنت زي ما تكوني تابلو جميل التكوين، ألوانه رقيقة، لكن مش مقنع. مش مريح. ليه بقى؟ طب ممكن نعرف مش مقنع ليه؟ والسبب إيه؟ لأنك كدابة. أنا فعلا كذبت على حضرتك من أول دقيقة. كنت في رحلة مع المدرسة، ها؟ وكذبت عليك لما قلت لك إن الجنينة اتحرقت مني. لكن أنا اللي حرقتها. كده؟ عشان أضمن استنى هنا على طول. ليه؟ عشان أنا ماليش أهل، ماليش حد خالص في الدنيا دي. كل أهلي ماتوا أيام العدوان على بورسعيد. بس بس، خدي اشربي اشربي. وبعدين يا سلام، كنت ايامها صغيرة وخدني عم توفيق عشان اقعد معاه. يعني ليك يا عم؟ لا، ده واحد كان صاحب بابا قوي،
كان بيعملني بكل حنان زي ما اكون بنته الوحيدة. وبعد كده اتنقل اسكندرية وجيت معاه، لكن يا خسارة. ايه اللي حصل؟ من اسبوع واحد بس. حصل ايه؟ قهوتك مظبوطه بشكل. مره واحد راح يقعد على القهوه قام قاعد على الشاي. يا صباح الخير. صباح النور. كانوا عايزين ايه دول؟ البوليس؟ دول بيدوروا على البنت اللي حاولت تموت الراجل. وبعدين قلت لهم ايه؟ قلت لهم لا 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 لا. ايه؟ قعدوا يسالوني ما شفتوهاش، ما جاتش عندكم، تكون مستخبيه كده ولا كده، وانا اقول لهم لا لا لا. وبعدين لما قلت لهم ان ده بيت الفنان احمد خالد مش الحمد لله. اللي خالي كان نايم، ما عندكش فكرة بتشام قد ايه من اخبار الجرايم؟ طبعا. انما الظاهر انها بنت اخر فتوانة. تهبد الراجل في نافوخه بعمود شمسية. ميرسي قوي عن كلام السكر ده. بس اوعى تكون بتقول كده، اكمن الاستاذ يبقى خالي. لا والله، دي الحقيقة. لكن انت بترسم برضه زي الاستاذ؟ لا، ده هو بيرسم ونحات وبيحفر على النحاس، لكن انا يا دوب نحات وبس. طب خد نحاتي دول. بقى انت بقى بتعمل تماثيل؟ بيقولوا كده. وعملت معارض؟ يعني الظاهر انك مش راضي عن شغلك. زي ما بيقول الاستاذ ان الفنان اللي يرضى عن شغله ما يبقاش فنان. وعلى العموم الاستاذ ليه ملحوظه على شغلي. بيقول لي مش هتعمل عمل فني كبير الا اذا حسيت بلسعه الحب. ده كلام مظبوط. هو الاستاذ عمل اكبر اعماله الا لما حب دوره. دوره؟ اللي معلق صورتها عنده. انت ما تعرفهاش؟ دريه. طنط دريه. لا لا، ده ما كانش بيحبها زي ما انت فاهم. ازاي؟ دي لغايه النهارده ملامحها في كل لوحه من لوحاته. دي حالته كانت صعبه قوي لما سابته واتجوزت، ولو انه عمل لوحته مشهوره الفراق. ياه، ده البصل ده صعب قوي. طب هات هات عني. خد انت قطف في الملوخيه شويه. ملوخيه ملوخيه ارحم. يا ساتر. تعرفي انا جات لي فكره هايله. ايه هي؟ في حاجه ممكن نعملها وتقعدك هنا 10-15 يوم. والنبي ايه هي؟ قول. اعمل لك تمثال، ولو الاستاذ حب يسفرك تقولي له لما يخلص التمثال. فكره هايله. بتقولي التمثال ياخد كام يوم؟ 10-15 يوم. يا اخي بطلوا الكلفته دي، انت لازم تتقن شغلك. قول 20 يوم، 30 يوم، 40، ان شاء الله ما حد حوش. ايوه كده. يا ترى خالك ما يزعلش؟ من ايه؟ لما يشوفك لابسه كده؟ اشتغل انت بس وسيب الباقي عليا.
بقول لك ايه؟ ايوه. مره واحد نحات زيك كده؟ ها؟ لا قشر البطيخه ام نحاتها. شريف هيعمل لي تمثال، ايه رأيك يا خالد؟ بعد اذنك يا فندم، اصل متهيألي كده هيطلع منه حاجة. اذا كنت سيادتك معترض يعني. مش حكاية معترض. سارة لازم تسافر، لازم تمشي. التمثال هياخد وقت. جبت لها الفستان؟ ما هو النهارده الحد و يا سلام عليك يا خالي لما تصمم على حاجة. سلوى هتمشي يعني هتمشي. بكرة جيب لها الفستان معاك والتمثال تقدر تشتغل فيه النهارده وتبقى تكمله من خيالك. أحضر لك الفطار يا خالي؟ لا مش عايز. وبطل الأردغانة اللي عاملاها في المطبخ عشان مش هاكل. ألف هنا وشفا. عجبك الأكل؟ مش والنبي أنا طبخها بريمو؟ بذمتك بقالك قد إيه ما أكلتش أكلة زي دي؟ شريف هيجيب لك الفستان بكرة وهتسافري بكرة. يا سلوى افهميني، أنا بسيب مصر وأجي هنا علشان أشتغل في هدوء، وكمان ما بعرفش اشتغل لما يكون حد جنبي. والله والله ما هخلي حضرتك تحس باني في البيت خالص. هخدمك وهشوف كل شؤونك. يا همشي على طراطيف صوابعي، مش هتسمع لي صوت خالص. يا سلوى ده وضع غير طبيعي وجودك هنا. ايه بس اللي مش طبيعي؟ بنت اختك وقاعده معاك، ايه العجبه في كده؟ الفستان هيجي بكره ولازم تمشي بكره. بقول ايه يا فندم؟ الانسه سلوى. ايوه يا شريف، قلت الانسه سلوى وسكت. انا كنت عايز اسال حضرتك، هي مخطوبه؟ هي في دبله في ايدها؟ لا اظن بقى تبقى مش مخطوبه. ليه؟ اصل كنت عايز اطلب ايدها من حضرتك. مني انا؟ ايوه بس انا مش من حقي. في ابوها امها. بس دول اهلها في الخرطوم يا فندم. الخرطوم؟ ايوه بس اهلها برضو، قصدي اقول في الاهم من اهلها. مين يا فندم؟ قلبها طبعا. فعلا. نشرة الأخبار المحلية من الإسكندرية. تعذر اليوم للمرة الثانية استجواب النيابة للمجني علي الذي اعتدت عليه المتهمة إلهام عبد العزيز بالضرب بآلة حادة ثم لاذت بالفرار، فقد قرر الأطباء أن حالته لا تسمح باستجوابه. هذا ولا تزال الشرطة توالي البحث عن الفتاة، والمعتقد أنها لا تزال تختفي في منطقة العجم. وقع اليوم حادث تصادم. أنت فتحتها؟ لا. مش أول خطوة تعرف رأيها إيه؟ أنا قلت أسيب المهمة دي لحضرتك. أيوة بس القلوب هي الجهة الوحيدة اللي ما تقبلش توصية. يعني فتحها في الموضوع؟ ليه لا؟ موسيقى
قلتليش رأيك ايه؟ في ايه؟ نسيتي؟ سلوى انا بحبك ويهمني اعرف رأيك. شريف انت تعرفني بقالك قد ايه؟ 3 ايام. تفتكر ان دي مدة كفاية عشان يتولد فيها احساس بين اتنين؟ كفاية جدا على الاقل من ناحيتي. يا ابني ده كتكوت عايز له 21 يوم عشان يفقس. قصدك ايه يا سلوى؟ قصدي الحب لازم ياخد وقته، انما حب اول نظره ده حاجه كده زي النحاس، هوب يسخن بسرعه، هوب يبرد بسرعه. ما خدتهاش في الطبيعه دي يا سلوى؟ انا بكلمك عن حبي، تكلميني في الطبيعه والكيمياء. اصل حب اول نظره ده، اسمح لي يعني. حب اول نظره ده هو اللي شفتك فيه من اول يوم زي الالماظه النادره اللي بتقول للعين انا الماظه. مش يمكن اطلع حته ازاز؟ مستحيل يا سلوى. شريف سيبها لظروفها، حد عارف ايه اللي هيحصل. صباح الخير يا شريف. صباح الخير. جبت الفستان؟ اه طبعا. ثانية واحدة اجيبه من العربية. برضه حضرتك مصمم بعد كل اللي شرحته لك؟ اسف يا سلوى، وجودي هيسببني مشاكل. مشاكل ايه بس؟ مشاكل ومطبات بلاقي نفسي فيها بوصف خارج. الافضل انك تمشي قبل مسألة ما تتأزم. مسألة مش هتتأزم ولا حاجة. معلش يا سلوى. يلا بس. طب يا فندم احنا لسه ما خدناش قرار في المسألة اللي كلمت حضرتك عنها. معلش يا شريف، بعدين فرصة تانية. استاذ شريف انت مش قايله لي ان مقاسك 54؟ لا 44. 44؟ تبقى غلطتي انا بقى مش غلطه البياع. معلش اصل انا غشيم في المقاسات الحريم. لا معلش. تعال تعال اقعد اقعد، حط دماغك هنا. هتعملي ايه؟ شيل ايدك بس، هضيع لك الالم في ثانيه واحده. بتسمون فين؟ ودورك الترابيزه.
تشتكيش ليه؟ حضرتك طهرت النوم من عيني. أعمل إيه؟ ما بقتش عارف مكان حاجة في البيت. ممكن أقعد مع حضرتك شوية؟ أهلاً وسهلاً. مش تبطلي تجيبي لي الجرايد مقطعة؟ مش قلت لحضرتك بقص مسابقة الكلمات المتقطعة؟ لا أرجوكي تبطلي الحكاية دي. الإنسان حتى وهو في أسعد لحظاته بيحس بنوع من التعاسة جواه. ليه؟ مخوفه من مجهول، من بكرة، من اللحظة الجاية لا تحرمه من السعادة اللي هو فيها. أيوه، عشان كده الإنسان دايما يمني نفسه بالأمل في بكرة. واللي ما عندوش الأمل ده يخلقه، يحاول يبص على بكرة من أجمل زاوية فيه. يا ريت في زاوية واحدة أقدر أبص عليها. تعرفي مرة واحد لقى جزمته مفتقة أم كلها. مرة واحد لقى جزمته بيضة أم سلقها. أيوة كده اضحكي. مين صاحبة الصورة دي؟ واحدة. متأكد إنها واحدة؟ قول لي يا أستاذ، هو الفنان لما يجي يرسم واحدة ست لازم يكون بيحبها؟ يعني المصور لما يرسم 200 لوحة ل200 ست يبقى لازم حبهم كلهم؟ أمال إيه؟ مش لازم يرسمهم بإحساس؟ أنت غلبوية أوي. طيب هي صاحبة الصورة دي أنت؟ سلوى روحي نامي. لسه بدري. بنات الشطار ما يتأخروش لحد الوقت، ثم أنا عندي شغل. ما تنسيش تاخدي كوباية لبن دافي قبل ما تنامي. مع السلامة. شايف يا واد يا بسكو البحر جميل ازاي؟ تيجي ناخد لنا غطس؟ الساعة لسه ما جاتش 6، مش شط ما فيهوش تاريخ ابن يومين. دار عينيك يا بيسكو، ما تبقاش قليل الادب.
مين بيخبط؟ انت مين؟ الو؟ لا لا ما تفتحش. ليه؟ في ايه؟ ارجوك تمشي ابعد عن الباب. ليه؟ اصلي كيه ما تخش. لا لا ما تبصش، اصلي عريانه. عريانه؟ عريانه ازاي؟ مش وقته بقى، ارجوك تفتح وتبعد عن الباب وبعدين ابقى اشرح لك كل حاجه. انك بنت كويسه ومش كدابه زي ما دايما بتقولي. طب ما انا كمان طلعت كدابه علشانك. علشاني انا؟ مش قلت لشريف انك بنت اختي؟ ما كانش ممكن غير كده. هاي الكدبه دي وقعتني في ورطه. ليه؟ شريف جاهز يطلب ايدك مني. ايه؟ ايه رايك؟ شريف شاب ممتاز. وحضرتك قلت له ايه؟ ايه رايك انت؟ ما قلتليش. انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. امال هتفكري فيه امتى؟ لما احب. ولا حضرتك مش من انصار الحب؟ ازاي؟ الفنان عمره ما بيكفى بالحب. مش جايز الفنان بيخاف من الحب لا يقيده. بالعكس، الفنان دايما يحن للقيود، بيحب يربط نفسه بفكره، بمبدا، بانسان بيحبه. وعلى كده بقى انت حبيت كم مره؟ اظن هتقول ما حبيتش. مش ممكن، الحب مرض يا أستاذ. أعوذ بالله، يكفينا شر المرض. ده ألذ مرض في الدنيا وملوش علاج. يعني لا ينفع معاه تطعيم ولا غيره؟ ها، زي الحصبة يا ابني، مكتوب على كل بني آدم ياخدها. بس يا ماما، الحصبة لو خدها واحد وهو كبير في السن تبقى خطر عليه. لا أبدا، ولا خطر ولا حاجة. مالك يا أستاذ؟ سرحت في إيه؟ مفيش. ايه، مش هتكمل اللوحة؟ لا، انا تعبت. طيب. على فكرة يا سلوى، اذا كانت الأوضة اللي تحت برد عليكي تقدري تنقلي في الأوضة اللي جنبي. يا ريت يا أستاذ، أصلي بخاف بالليل لوحدي. أنتِ؟ ده أنتِ تخوفي بلد. تصبح. وأنتِ من أهله. سلوى، إيه الكلام الفاضي ده؟ هو أنتِ يعني عشان الأستاذ يبقى خالك، فاكرة نفسك السفيرة عزيزة؟ أنا في ألف بنت وبنت بيترموا عليا، وكل واحدة منهم تتمنى تسمع مني ولو مرة الكلمة اللي بقولها لك، بحبك. بطلي أنزاحة بقى. إيه؟ بتدوري وشك ليه؟ زعلتي يا حلوة؟ وادي راسك أبوسها. الله، أنا دلوقتي أقدر أنزل فيكي حب من غير ما تقولي لأ. دوشتك ودوشة بسكو. أنا متأسفة قوي. لا أبدا، أنا اللي قلقت. ليه بقى؟ بتحب؟ بطلي شقاوة يا عفريتة أنت. آه صحيح، أنت بتزعل لما بنجيب سيرتها. هي مين؟ اللي بالي بالك. تلعب راكت؟ الكرة أهي، الكرة أهي. لا أنا ماليش في اللعبة دي، العبي مع شريف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شريف. الجواب ده لحضرتك. متشكر. طب احضر لك الفطار؟ معلش بعدين، اما احلق دقني.
صباح الخير يا سلمى. هنيني يا شريف، خلي وافق نقعد هنا خلاص. صحيح والنبي مش هتمشي؟ لا الله، رايح فين؟ خدي بقى علشان نخلص من البيجامة دي. كل ده عشاني؟ ميرسي يا شريف. الله، ذوقك حلو قوي. ميرسي يا شريف، انت هايل. شغلك المرة دي بيقول حاجة. دي شهادة أعتز بيها يا فندم. الظاهر إن لسحة الحب جاتلك. كلم بقى. قالت لي أفكر. خلاص، اديها فرصة تفكر. طبعا يا فندم، بس أنا كنت طمعان في تزكية من حضرتك. كلمتك برضو ليها قيمتها. حاضر، هكلمها لك. هي فين؟ هي يا سلام، ايه الشياكه دي؟ ايه رايك يا خالي؟ انا خارج اتمشى شويه. هو الاستاذ ماله؟ وايه اللي صحى بدري كده؟ دي عمرها ما حصلت. وحشتيني يا سلوى. بتوحشيني قوي. من امبارح للنهارده؟ بتستغربي؟ ده انا لما بكون قاعد معاكي وتدوري وشك بتوحشيني. ده ايه ده كله؟ انا كلمت ماما عنك ونفسها تشوفك. ظهر انها محتاجة عشان مسكت خدي. الدبارة دابت. لازم بقالها زمان متعلقة. على العموم احسن انها وقعت. ليه كده؟ اصل صاحبة الصورة دي محيراني قوي. كل ما اطلع ارتب هنا يتهيألي انها بتبتسمي. اقرب منها الاقيها مكشرة في وشي. مش عارفة ليه.
أستاذ يا أستاذ. أيوه. والنبي احكي لي حبتها إزاي؟ أنت اتجننتي؟ لا، دي هي اللي اتجننت ورمت نفسها من على الحيط. مش هتبطلي شقاوة؟ ها؟ هو كلام عن الحب يبقى شقاوة؟ فيها إيه لما تحكي لي حبتها إزاي؟ احكي احكي، خلي القعدة تحلو كده. طب ما تحكي لي أنتي. أحكي لك إيه؟ حبيت شريف ولا لسه؟ شريف شاب لطيف ورقيق، لكن أنا بحب واحد تاني. مين ده بقى؟ ها؟ واحد أستاذ، أستاذ في المدرسة. كده؟ وده شكله إيه؟ قدك كده في السن، وحتى في شبه منك. طيب وليه ما رحتيش تقعدي عنده ما دام بتحبوا بعض؟ حب من طرف واحد. الحب من طرف واحد ما بعتبروش حب. خسارة الإنسان يرمي ثروة من الإحساسات في التراب. الحب من طرف واحد أسمى أنواع الحب. الحب عايز له حب قصاده. الحب يا سلوى زي أي حاجة في الدنيا، أخد وعطى. واللي مش قادر ياخد ما يديش. مش بإيدي. قد كده بتحبيه؟ وأكتر. كان ممكن أعمل إيه؟ تقدر تقولي؟ يعني كنت أروح أقوله أنا بحبك. أبداً. أمال إيه؟ المرأة الذكية هي اللي تحط الكلمه دي على لسان الراجل وتسيبه هو اللي يقولها. يا ريتني قابلت حضرتك من زمان. ليه؟ اصل حضرتك مجرب وفاهم قوي. يعني لو حضرتك مطرحه ازاي ممكن تقولي بحب؟ مش معقول. لازم نفتري يا سلوى. لازم تمشي. لازم تمشي. أنا إنسان. إنسان. كل شيء انتهى خلاص. طب استنى اوصلك. اشكرك، عارف الطريق. بس لو تفهميني يا سلوى. فات الوقت خلاص. على العموم دي رغبتك وانا بشجعها. ورغبتك قبل ما تكون رغبتي. اللحظة القاسية اللي احنا فيها كان لازم نقابلها دلوقتي او بعدين. ارجو اني اكون ذكرى حلوة في حياتك. عمرك ما هتكوني ذكرى. الذكرى بتيجي على الخاطر من وقت للتاني، لكن انت لا، هتفضلي في خيالي على طول بملامحك الحلوة دي، بشعرك ده، بعينيك.
عايزه اموت، عايزه اموت. سيبني يا شريف، سيبني. اوعى سلوى يا علي. اوعى يا شريف سيبني يا علي، ما تبقيش مجنونه. تعمل اكتر من كده. الحقيقه كان لازم اوضح لك الموقف يا شريف. البنت دي لا هي قريبتي ولا انا خالها. بنت مسكينه، صدفتها حياه قاسيه. اهلها كلهم ماتوا في بورسعيد، وده اللي خلاني اعطف عليها علشان ما تتشرطش في الشوارع. اظن لاحظت اني كنت محرج لما جيت تطلبها مني. ما كنتش عايزك تتورط في مسائل ترجع تندم عليها بعدين. يا فندم، احب اقول لحضرتك ان اعجابي بالانسه سلوى كان وليد شعور صادق، مش لانها. على العموم دي حاجات كان لازم تعرفها وانت حر. يا فندم انا اظن معاد الاستاذ حسين فكري جه، ويا دوب تقدر تجيبه المحطه. أحسن دلوقتي؟ الحمد لله. غصب عني أنا حياتي كلها مآسي. مرة واحد بيقول للواحد الدنيا كلها مآسي، قال له هو مقاسك كام؟ لو تعرفي قد ايه ابتسامتك حلوه عمرك ما كنت تبكي. ساعات الدنيا لو ساعها تبقى ضيقه، فظيع الياس، فظيع. ازاي تحسي بالياس وانتي امل؟ أنا أمل لمين؟ أمل لنفسك، وأمل لإنسان في حاجة للسعادة والبهجة. هو مين الإنسان ده؟ الإنسان اللي بيحبك من كل قلبه. رايح فين؟ هحضر فطاري. هحضر لك الفطار. خليكي مستريحة. لا أنا الحمد لله بقيت كويسة. بقى انت تقدر تحضر طبق الفول بالبيت زيي؟ الحقيقه بقى شيء مهم جدا بالنسبه لي. نسيت اقول لك انه جاي لنا ضيف النهارده. مين؟ الاستاذ حسين فكري بتاع المزيكا، الملحن. بس على فكره مش هنقدر نقول له انك بنت اختي، لانه عارف العيله كويس. اتفقت مع شريف ان احنا نقول انك موديل. ارحمني. ايه الحكايه دي يا ابو حميد؟ حكايه ايه؟ امال فين عيون دوره اللي كانت في كل طابلو بتعمله؟ ايوه. ايه؟ الانسه سلوى الموديل. ارحمني. اللهم صل على جمال النبي. اللهم صل على جمال النبي. استاذ حسين فكري الموسيقار المعروف. دي ايه الطعامه دي يا اخواتي؟ يا اخواتي معلش يا سلوى. يا اخواتي هو دايما كده خلقه ربنا. يا اخواتي كبسه، دي كبسه. اهلا اهلا. لكن انا شفت الوش ده فين قبل كده؟ شفته فين؟ والله ما انت فاكر كلت ايه امبارح. مش مهم، اتفضلي اتفضلي. عن اذنكم عشان عندي شغل. النبي ارحمني
حول يا راجل. ركز كده اثبت. اوعى اوعى. ايه دي يا راجل انت؟ دي مش معقوله ابدا، دي خوخه، دي سيمفونيه بتقول ترليم ترلملم. يا خرابي اتاريك يا اخويا من يوم ما جيت هنا وانت لازق وما بتنزلش البلد ابدا. لا انت رحت بعيد قوي. النبي ايه ابو حميد؟ يعني مفيش حاجه، مفيش حب، مفيش جو؟ لا مفيش. ابو حميد كنت فاكرني قفل ولا عاوز تستقفلني؟ لا دي ملامح البنت هتنطق من الصوره. طب نزلت صوره الدوره ليه؟ الدوره اتقطعت. والنبي مفيش دوره تانيه؟ مفيش مشبك غزيل يا ابو حميد؟ ارحمني. يا خبر ابيض، ايه ده واد شريف؟ دي سوسو سلوى. يا افندي يا محترم يا مبجل، دي ما اتقالهاش كده سلوى حاف، دي اتقالها سلوى الطعمه، سلوى اللوز، سلوى المزز. ده انت اتنجرت قوي يا واد. ايه ده ايه ده؟ قاسم بقى هتقول لي انت كمان انك ما بتحبهاش. اعمل معروف يا استاذ حسين، بلاش فضايح. فضايح فضايح فضايح. يا الله يخيبكم، يجاكم مصيبة، يجاكم مصيبة. ايه ده يا واد؟ حد يشوف الطعامة دي كلها ولا حباش؟ يا خبر ابيض، يا طعمة طعمة زي السكر. يا خبر ابيض، تسمح لي اذوق؟ دي ما تتاكلش، دي ما تتحبش يا مغفل. روح يا شيخ، الله يخيبك، الله يخيبك يا شيخ ويخيبه هو وراك. حسين اتفضلوا، الغدا جاهز. اهلا بالقمر. اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا اهلا اهلا. مش حرام الايدين الحلوه دي والنبي تشربها؟ ايدين طعمه. ارحمني والنبي تسمح تسلفها لنا. ارحمني ارحمني. اقعد راسك عليك امال. يا اخي يا اخي، ده انت لما بتعلق لوحه في المعرض بتحب الناس تقف قدامها وتقول يا عيني الله كمان والنبي يا سيدي. فما حالك بقى وانا شايف السنيوره اللي قدامي الطعمه دي؟ ارحمني. وبعدين ابو حميد، انا متهيألي انك بتحبها وواقع فيها كده وبتغير عليها. لا لا، يعني انت ما بتحبهاش؟ قلت لك لا. لا يعني لا. وشريف الاخر لا. لا انا بكلمك عن نفسي. حلو قوي، تبقى حلال. انا بقى بلادي، ده انا هحبها للصبح. سلوى يا طعامه من نظره وابتسامه وسلاما فكلاما على قلبه. يلا يا سلامه. سلوى يا طعامه نظرة وابتسامة وسلاما فكلاما على قلبي. يلا يا سلامة. سلوى يا طعامة يا سلوى يا طعامة، سلوى يا طعامة يا سلوى يا طعامة. هلي جالي هلي هلي جالي هلي جالي هلي هلي جالي هلي جالي هلي 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 جالي هلي جالي هلي هلي جالي يا ابوي. هلي جالي هلي هلي جالي. يا ليلي يا بلدا يا لي، يا ليلي يا بلدا يا لي، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي. Amen.
ومقسمه زي النغم زي النغم يا عيني زي النغم يا روحي زي سلام عشانها سلوى عشان عيونها سلوى شوف بقى انا ما بحبش الزمته بتاعتك دي انا والله لو التلفزيون جاي هنا انا ما كنتش اجي هنا اطلاقا ولا اشوف وشكم التلفزيون جاي هنا ايوه يا اموره وجاي كمان ايه هيصور وهخليهم يصوروك بقى ويعملوك كليله ويمكن بقى خالتك دعيالك ياخدوك في السيما عارف سلوى من غير زعل ولا دموع ولا انتحار ممكن نتفاهم بهدوء زي ما عرفت التلفزيون جاي يصور مش معقول يلاقوا بنت حلوه زيك قاعده معايا ممكن استخبى في اي اوضه وتقفل عليا بالمفتاح محدش يحس بيا ابدا يا سلوى انا طول عمري حريص على سمعتي تصوري لو حد اكتشف اني قافل عليكي اوضه المشكله هتتعقد اكتر لازم تمشي مالك يا سلوى رجعني انت بس كويس وانا هعلمك الطرب لا كتر خيرك انا صوتي وحش لا 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 الطرب مش بحلاوه الصوت المهم الاخلاق سليم سليم يا سلوى من فضلك حاضر مرجح مرجح اسمع حسين هاي. انا عايز منك خدمه هاي. توصل للجماعه بتوع التلفزيون وتاجل لنا الميعاد قد اسبوع كده مش ممكن والله يا احمد لسبعه اسباب نبدا بثانيا ثانيا لان انت متفق مع بتوع التلفزيون على الميعاد ده من شهر رابعا لان انا بتمرجح دلوقتي ومش فاضي سابعا واولا وهم دول المهمين العصفوره بتاعتي هنا وبقت حلالي بلالي وما اقدرش اخرج يا راجل اركز بقى هفضل انا وانتوا راكزين يا اخي ما تحل علي بقى عن اذنك يا اخي تعال يلا ايه طيب لو سمحت بس ان انا اخش اودعها هي تعبانه مش فاضيه يا اخي انت وقف لي ليه كده زي اللقمه في الزور اعوذ بالله منك يا ساتر ده انت ظلم سلام عشانها سلوى الله انت زعلانه مني ولا ايه سيادتك كنت عامل نفسك انك بتحبني لما كنت فاهم ان الاستاذ يبقى خالي وبعد ما عرفت انه مش خالي خلاص تصدقي بالله يا قطه انا لسه بحبك بحبك كنتيني ما لقيتش منك تشجيع ما حبيتش افرض نفسي عليكي خدي الاسبرين ازيك يا سلوى دلوقت الحمد لله احنا يا فندم خلاص اتفقنا على ايه على الخطوبه اه مفاجاه ها مبروك يا شريف الله يبارك فيك مبروك يا سلوى الله يبارك فيك
خلاني اقف ضد نفسي، ضد سعادتي. انا بحبها وهي تصرفاتها حركتها نظرتها بتاكد انها بتحبني، وانا بقاوم ليه؟ العقل والحكمه؟ انا باخدع نفسي. انا غلطان، انا اللي غلطانه. وافقت على خطوبه شريف ليه؟ انا بحبه، هو اللي يقدر يحميني ويديني الامان والحنان اللي انا محرومه منه. فارق السن، عمر الحب ما اقتنع بفارق السن، ثم هي عمرها ما اقتنعت بفارق السن. ليه انا بتمسك بيه؟ انا لازم اروح لها، لازم اروح لها، انا لازم اروح واعترف له. ليه بتضيع ايام حلوه من العمر وانا قدامك، كل الحب قدامك؟ مش معقول. المجتمع والناس هيقولوا ايه؟ الناس والمجتمع، فكر في سعادتنا. الله، انت بتعيط يا سلوى؟ ليه؟ مفيش. انت مش سعيدة بخطوبتك لشريف؟ وليه ما كنتش سعيدة؟ خلاص؟ نسيتي حبك القديم للأستاذ؟ المدرس بتاعك؟ الذكريات الوحشة بتساعد على النسيان. ذكريات وحشة؟ كلها جروح. بس لو تفهمين يا سلوى. كفاية، حرام عليك، ما تعذبنيش أكتر من كده. انت غلطانة يا سلوى. آخر إنسان أفكر أعذبه هو أنت. أتمنى لك كل سعادة. تصبحي على خير. أحمد.
طيب يا ابني، مش نعرف بنت مين وبنت ناس طيبين ولا لا؟ والله يا ماما دي مقطوعة من شجرة، ملهاش حد أبدا. ما تتخضيش قوي كده يا حاجة، دي بنت ممتازة وهتعجبك قوي. يعني مش هنشوفها يا ابني؟ ما أنا هجيبها لك، ولما هتقعدي معاها هتقولي لي دي بركة دعاية. بس دي إيه أنت دعوة من دعواتك الحلوة. الله، رايح فين؟ سلوى شريف، متأسف يا فندم، هو وقت مش مناسب. بس أنا إيه الحكاية؟ أصل مفاتيحي ضاعت، فقلت يمكن مدموزيل سلوى تكون لقيتهم ولا حاجة. ما لقيتيش المفاتيح بتاعتي؟ مفاتيح؟ أنا آسف، أنا آسف يا فندم، عن إذنكم. تصبح على خير. لست أدري هل أشفقت عليك أم أشفقت على نفسي من لحظة تتمزق فيها الصلات لأدير ظهري وتديري ظهرك، ويمضي كل منا في طريق غاب عن النور. يا أعز الناس، أنا صاحبة الحكاية دي، والصورة دي بتاعتي، واللي مكتوب ده اسمي. وسلوى؟ سلوى ده اسم اخترعته. تعرف إنك غلطتي غلطة كبيرة؟ غصب عني. الغلطة مش في اللي عملتيه، الغلطة إنك هربتي. ما كانش في قدامي غير كده. أبداً، الراجل في المستشفى كان لازم تواجهي البوليس وتقولي اللي حصل. خفت. على اي حال ما تخافيش يا سلوى. لسه بتقولي يا سلوى؟ انا نسيت اسمك الحقيقي المكتوب في المجله، مش فاكر غير حاجه واحده بس، انك سلوى اللي بحبها. يعني ما غيرتش رايك فيا سلوى؟ المهم دلوقتي نلاقي حل للمشكله دي. تقدري تعتمدي عليا، انا هشوف كل حاجه بنفسي، ولما الاستاذ يسال عليا. الاستاذ سافر.
سافر امتى؟ النهارده الصبح. ما قالش راجع امتى؟ لا. لازم عنده مأمورية في مصر يخلصها ويجي على طول. تحبي تيجي تقعدي مع والدتي؟ مش معقول تفضلي لوحدك هنا. كتر خيرك يا شريف. على راحتك. والنبي تعمل لنا فنجان قهوة يا سلوى. سلوى؟ دي ألفت يا سي أحمد مش سلوى. من عينيا يا عمي. أنا حاسس بيك أوي يا أحمد ولو إنك بتحاول تنكر. خلاص. ما بقتش قادر أنكر. مش قادر أنساها ولا لحظة. انت عايز صراحة؟ كان لازم تتصرف غير كده خالص. دي قد ألفة بنت اخويا يا حسين. مش ممكن. يعني ايه مش ممكن؟ انت فنان يا احمد، والفنان محتاج للعواطف، للحب، محتاج يغذي وجدانه علشان ينتج للعالم ويقدم له اجمل ما في الحياة، الفن. ايوه بس مفيش بس. ما كنتش عايز تحبها علشان نفسك؟ حبها يا اخي علشان فنك. وايه اخره الحب ده يا حسين؟ اللي يحب عمره ما يسال السؤال ده. يا اخي ده اجمل ما في الحب، ان الانسان بيعيشه لحظه بلحظه وما يعرفش اللحظه الجايه هيحصل ايه. تعيسة يا أحمد. مستحيل تكوني تعيسة وانت بتديني أحلى سعادة في الدنيا. أمال ليه سبتني وسافرت؟ خايف عليك مني. وليه الخوف يا أحمد؟ في حقيقة مرة بتصحيني من أحلى حلم. فارق السن بيني وبينك. غلطان يا أحمد، أنا عمري ما حسيت بالفرق. عليها؟ طب اسمع، هات البنت وتعالى. مين دي؟ دي بنت شغاله تهمنه بسيره اسويره. وانت ازيك؟ الا ايه اخبار البنت اللي ضربت الراجل بعمود الشمسيه؟ يوه دي حكايتها بقت حكايه. جت اشاره الصبح ان الراجل مات وتهمتها بقت ضربه افضى الى موت. يا خبر اسود. ومالك تخضيت كده؟ لا اصل عندي احساس كده ان البنت دي بريئه. بريئه؟ ده انت اللي باين عليك بريء واهبل. هي لو بنت سهله كان قدرت تختفي لحد النهارده. طب افرض لقيتوها عند حد هيتحبس زيها. ايه ده؟
مش باوي عنده مجرمه وبتستر عليها. وافرض ما يعرفش انها مجرمه؟ يا سلام، وصورها اللي بتتنشر برضه ما يعرفش؟ تلاقيها مستخبيه عند واحد عازب عنده شاليه، وهو البت حلوه. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. أمال سلوى فين؟ فوق. شريف، أنا كنت عايزك في مسألة مهمة. تحت أمرك يا فندم. شريف، عايز أعرض عليك قضية، قضيتي وراضي حكمك فيها. شيل من دماغك إن أنا أستاذك وأنت تلميذي. عايزك تعتبر كلامي اللي حوله لك من إنسان لإنسان. بخصوص إيه يا فندم؟ سلوى. ايوه. انت واثق اني بحبك واحب اشوفك سعيد، لكن في نفس الوقت انا تعبت يا شريف من العذاب. قاومت كتير لكن للاسف فشلت. لقيت نفسي بقاوم قدر ماليش قدره عليه. يجوز اللي بعمله ده حماقه. كل سن ولها حماقات، حتى سن العقل والحكمه اللي انا فيه. انا انسان غارب من الحياه. الإنسان في سن الغروب بيتشبث بالحياة أكتر، بيتشبث بكل حاجة حلوة فيها، بكل فرصة سعادة تصادفه. أما أنت يا شريف إنسان مشرق، قدامك حياة عريضة ما أصبحتش قدامي، أصبحت ورايا. مش عايزك تحقد عليا يا شريف. أنا؟ ليه يا فندم؟ أنا بحب سلوى واتفقنا على الجواز. مش معقول اللي بتقوله. أرجوك تقدر موقفي. ما دام حضرتك اعتبرتها مناقشة إنسان لإنسان مش أستاذ لتلميذه، اسمح لي أتكلم بصراحة. اسمح لي أقول لك اللي بتتكلم عليه ده مش حب. أمال تسميه إيه؟ اختار الاسم اللي يعجبك، إلا اسم الحب. أنت قاسي يا شريف. لكن مش أناني. ما بنكرش إني أناني. الحب جميل ومن أقبح صفاته إنه أناني. أنا عذرك وهغفر لك حقدك عليه. أحقد على أستاذي؟ أنت آخر واحد أحقد عليه. لكن حضرتك غلطان، غلطان، غلطان. ألف مبروك. خليني أشرح لك. أنا فهمت كل حاجة. قلبك زي النحاس، حب الأستاذ بسرعة وسخن بسرعة. ما خدتهاش في الطبيعة؟ شريف ما تبقاش قاسي. أنا كنت جاي عشان أقول لك إن الراجل اللي ضربتيه مات. البوليس مصيره هيوصل لك وهتتسببي في أكبر فضيحة للأستاذ. تعرفي ان القعده معاكي بتاثر العمر كده؟ اصل الوقت بيفوت معاكي بسرعه يا حبيبتي، والوقت ده محسوب من عمري. قولي يا حبيبتي كمان، احب اسمعها منك. بس قدام الناس مش هقول لك يا حبيبتي، هقول لك كلمه تانية. ايه هي؟ هروح واخد ايديكي كده باصص في عينيكي كده واقول لك ايه؟
ازيك؟ ايه هو ده؟ ازيك ده ايه؟ ما ازيك دي الحروف الاولى الكلام كتير. الحروف الاولى؟ طب قولي الالف يعني ايه؟ انا مشتاق. والزين؟ زي الشوق. وليه؟ يا ريتنا. والكاف؟ كنا وحدينا. الله، اما كلمه ازيك دي لذيذه بشكل، قولها لي كمان مره. وليها انت الاول. ازيك؟ الله يسلمك. كده قص عليك. يلا البسي، هنخرج نتعشى بره احتفالا بخطوبتنا. بلاش والنبي، خلينا هنا احسن. ليه مش عايزه تخرجي معايا؟ لازم في سبب. لا ابدا، اخرج ما اخرجش ليه؟ اما اروح البس. عشان نقف. لا لا ما تقفش. مش ممكن. مساء الخير. مساء الخير. الله، الأستاذ أحمد خالد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أنا آسف، اتفضل سيد. في حاجة؟ كنت منتظر عربية نازلة تاخدني في سكتها. وماله؟ اتفضل. بعد إذن الهانم. يا خبر، ده انا نسيت البوتاجاز ولع في البيت، ممكن نرجع عشان اطفيه كده؟ معلش انا اسف قوي. العفو يا فندم، اتفضل سيد. عندك حق، لوحدينا احسن. بوليس النجم. تلقين على هنا؟ خايفة ليه يا حبيبتي؟ أصلي بتقبض من الصوت ده. جايين هنا فعلا. عملها شريف، عملها شريف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. إشارة جات لها من مصر من وزارة الثقافة علشان تشترك سيادتك في بينالي فينيسيا. بعتوها عن طريقنا لأنهم مش عارفين العنوان. شاكر يا فندم أوي. لا شاكر. مع السلامة. سلوى. الله. مالك يا حبيبتي؟ أنا لازم أعترف لك بكل حاجة. تعترفي لي بإيه؟ مش لاقي الشجاعة. الله. كدبت عليا كتير. قول ان الجريمة دي كدبة. دي الحقيقة. والراجل مات. مش ممكن. مش ممكن تكون دي الحقيقة. يا ريتني ما غلطت الغلطة دي. يا ريتك انت اللي ما اعترفتي لي. عايشين في كدبة حلوة. كان لازم تستمري فيها.
انت اصبحتي كل حاجه في حياتي. اسف لو قعدت. كانت اجمل خديعه في عمري. كانت اجمل خديعه. ماذا قتلت المتهمة إلهام عبد العزيز المجني عليه؟ إن المجني عليه يا حضرات المستشارين هو زوج أمها، وتلك هي المأساة. زوج أمها لجأ إلى الخديعة عندما أراد بها الشر، زعم لها أنه سيصحبها لزيارة بعض أقاربه في شاليه العجمي، وهناك عندما انفرد بها اكتشفت نواياه الدنيئة، حاولت أن تقاوم لتفلت هاربة من الوكر القذر، ولم يكن أمامها في النهاية خيار لكي تفعل ما فعلت. إن أسباب الجريمة ودوافعها غير موجودة إطلاقا، إلا إذا صدقنا أن المجني عليه قد شرع فعلا في الاعتداء عليها. لنقل جدلا بأنها كاذبة في دعواها، لماذا إذن حاولت قتله وهو عائلها والمتكفل بها بعد وفاة أمها؟ وما المصلحة في أن تقتله؟ إنها بدونه تصبح فتاة مشردة بلا عائل ولا مأوى. إذن لا مفر من أن نصدق دعواها. لقد استغل المجني عليه حاجتها إليه بخسة، نظر إلى فتنتها وحسنها وشبابها المتفجر، وهو الرجل الذي أوكلت له الأقدار مهمة حمايتها. نسي شيخوخته، نسي اتزانه ووقاره، نسي كل القيم أمام سعيه الدنيء لتحقيق رغباته من فتاة صغيرة هي بالنسبة إليه لا تعد أن تكون طفلة في سن أحفاده. ولقد ذكرت المتهمة في أقوالها كيف كان المجرم يسعى إلى غرفتها ليلا منتحلا المعاذير المختلفة. أقول المجرم ولا أقول المجني عليه، لأن القتيل هو القاتل وهو الذي ينبغي محاكمته لا هذه المسكينة. لو كان المجرم شابا لكان من المحتمل أن نلتمس له بعض العذر، والشباب يقترن بالطيش، لكنه شيخ عجوز. بدلا من أن يتوب إلى الله ويكفر عما اقترف في شبابه من خطايا، وبدلا من أن يبحث لها عن شاب ناجح متألق يشارك الحياة في سعادة وهناء، أراد بكل خسة أن يحطم مستقبلها إلى الأبد من أجل لحظة متعة ألحت في طلبها أنانيته وحيوانيته. إن موكلتي في سن البراءة والنقاء يؤيد ذلك شهادة مدرسيها ومدرساتها، وحيث أن موكلتي بما أوردنا من وقائع وأسانيد كانت في حالة دفاع شرعي على العرض، فإني ألتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءتها. مبروك يا فندم. شريف، كنت عايز اقول لك انا كنت غلطان. خليك جنب سلوى، ما تسيبهاش لوحدها. بس يا فندم هي زي ما انا لاحظت متمسكه بيك. هي كمان غلطانه، بتدور على الأمان، الأمان والحب، هتلاقيهم عندك، خلي بالك منها.